السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين. اليوم فيديو جديد غادي نحضروا فيه قريشلات كيجيو بنان وهجاج، ما تسخوش بيهم. تبعوا معايا الطريقه لانها سهله. بسم الله غادي نبداو. غادي نحتاج كاس ديال الحليب يكون دافي، وغادي نحتاج معلقه كبيره ديال الخميره، الخميره ديال العجينه ماشي الخميره الكيميائيه. غادي نحرك مزيان هاد الخميره حتى تذوب شويه في الحليب. غادي نضيف كاس ديال الدقيق الابيض، بنفس الكاس اللي عبرت به الحليب هو اللي غنبقى نعبر به الدقيق. صافي، غادي نحرك المكونات مزيان ونخليها ترتاح تقريبا واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه. كل ما ارتاحت كل ما مزيان. وغادي نكملوا باقي المكونات. صافي، هنا من بعد 10 دقائق غنضيف لها هاد المكونات. غادي نضيف اول حاجه هي الملح، غادي نضيف معلقه ديال سنيده او سكر خشن، كذلك معلقه ديال الخل، وغادي نضيف 3 ملاعق ديال الزيت النباتي. وغادي نضيف النافع وحبه حلاوه والحبه السوداء، نقيتهم وغربتهم، وغادي نضيفهم تقريبا معلقه صغيره من كل حاجه. صافي، غادي نحرك هاد المكونات مزيان حتى ينسجموا مع بعضياتهم. وغادي نضيف الكاس الثاني ديال الدقيق كامل ونحرك مزيان، نجمع العجينه ديالي. بالنسبه للكاس الثالث ديال الدقيق غادي نبدا نضيف تدريجيا، ملي تجمع لي العجينه ونحصل على العجينه اللي بغيت غادي نحبس. تقريبا هاد الكاس الثالث ما استعملتوش كامل، استعملت غير شوي منو. انا غادي نوريكم الكاس شحال استعملت فيه. صافي، هذا هي العجينه اللي خاصنا نحصل عليها، كتكون كتلصق شويه، ما تكونش مجموعه قاصحه لا. وكيفما كتلاحظوا انني استعملت غير شويه ديال الدقيق من الكاس الثالث. غادي نضيف عليها معلقه ديال الزبده اللي غادي تكون درجه الحراره المطبخ، غادي نجبدها قبل من الثلاجه اللي كانت عندي في الثلاجه، ونخليها دوبيه واحد شويه باش ملي نكون كنعجن فيها تجي ساهله. صافي، غادي نخدمها مزيان ديك الزبده وسط العجينه ديالي ونطلقها. وهذا هو الشكل النهائي ديال العجين اللي غادي نحصل عليها من بعد ما نخدم هذه الزبده. تقريبا غادي نخليها ترتاح او تضاعف الحجم ديالها تقريبا ساعه او ساعه ونص. كيف كتلاحظوا من بعد ساعه تقريبا ما خليتهاش كملت ليا ساعه،
كيف كتلاحظوا هاي الضعف ديال الحجم ديالها، وهنا غادي نبدا نخرج داك الهواء اللي كاين في العجينه. هنا دهنت البلاصه اللي غادي نستعمل فيها العجينه بشويه ديال الزيت باش ما تلصقش ليا. غادي ناخذ العجينه ونقطعها على احجام متساويه، شحال ما خرج ليك 6 7 8، انا هنايا خرجت لي تقريبا 6 ديال القطع. صافي غادي نبدا نشكل الكويرات، ونلاحظ اذا كانت وحده صغيره نزيد الاخرى شويه باش يوليو كاملين مقادين في حجم متساوي. كنحاول انني نبسط الشرح ديالي ما امكن باش كلشي يفهم، وما يحتاجش انه يسوي غادي يسول فيديو مبسط بزاف بزاف. في الصوره باين بانه كلشي واضح، وحتى الصوت ديالي كنحاول انني نبين لكم الكلمات اللي غادي يفهموا كلشي. صافي كيف كتشوفوا خرجوا لي 6 ديال القطع. غادي ندهن كذلك شويه ديال الزيت حيت العجينه عندي كتلصق شويه، وهذا هو الاهم، ما خصهاش تكون قاسحه كيف قلت لكم، خاصها تكون كتلصق شويه. غادي نبدا نبسط في الكويره الاولى ونحط الوسط شويه ديال الشوكولاته. بغيتو نتوما تستعملوا الشوكولاته تستعملوه، ما بغيتوش الاختيار ديالكم، ويمكن لكم كذلك تستعملوا الكونفيتور لحسب الرغبه ديالكم، حتى هو تيجي زوين وغزال ومنسم مع باقي المكونات اللي استعملت في الاول. صافي غادي نكمل جميع الكويرات ديالي. انا استعملت غير 3 ديال القطع اللي درت لهم الشوكولات، وثلاثه خديتهم هكاك ما درت لهم حتى شي حاجه. بالنسبه للشوكولات الدراري الصغار تبعوه هكا يديو معاهم المدرسه، او يستعملوه يشربوه عفوا في الكوتي او في الصباح لانهم تيجيو غزالين. كنتمنى انكم تجربوهم وتردوا لي. بالنسبه للبابي كويسون غادي يبان لكم بانني شحال من مره جربت هاد القرنشلات، لانهم فعلا تجيو رائعين. تجربوهم على حسابي وشوفوا البابي كويسون، ما بغيتش نبدلو باش يبان لكم شحال من مره استعملتهم. صافي غنبسطهم شويه بايدي ونخليهم كذلك يرتاحوا تقريبا ساعه او ساعه ونص، ماشي مشكل. كل ما خليتهم كل ما اختمروا كل ما زوينين كيجيو هشاش ومفشين. هنايا غادي ناخذ صفر ديال البيضه، شويه ديال الفاني باش تحيد ليا الريحه ديال البيض، وشويه ديال الحليب. غادي نبدا ندهن فيهم بشويه باش ما يتفشوش، او شويه باش ما تضغطوش عليهم، خليهم منفوخين. وغادي نرشهم هكا بشويه ديال الزنجبيل من الفوق، لانه حتى هو كيجي زوين مع النافع وحبه حلاوه وحبه السوداء. غادي ندخلهم للفران تقريبا، غادي يحتاجوا ليا في الفران 25 دقيقة صافي، يتحمروا ليا من تحت ونخرجهم بالصحة والراحة. فعلا كيجيو هشاش وبنان، كنتمنى انكم تجربوه لديوركم وتردوا ليا، تخليو ليا التعاليق ديالكم زوينة، ولا عجبكم الفيديو تخليو ليا لايك واشتراك. وهذا ما كان.